كأن الحكم بأشد العقوبة الذي هو الإعدام، وهو الحكم الذي يستحقه المتهم. لأن الآن اليوم ربما أنتم كصحافة متواصلين الآن مع المجتمع الطنجاوي، كل مرتاح إلى هذا الحكم. قول بأن عقوبة الإعدام يجب، ما زلنا يجب أن نكون يعني أوفياء لأمن بلدنا، وأوفياء لبعض الجرائم التي تتخطى قيم المجتمع، التي لا مفر. لأن شنو هي عقوبة الإعدام؟ الإعدام هو التطهير واحد الإنسان اللي ما بقاش يعيش معك كإنسان، يعني رجع وحش. فهذا الإنسان هذا ما يمكنش يتعالج. احنا الآن التجربة ديال الملف اللي كاين، كنا كنتمنوا يجي المتهم ويبين بأن أزمة الضمير، ويبين يعني شي حاجة يبينها الهيئة العلنية ولا المحكمة. ولكن جاء بنفس الطريقة وخلق سيناريو يعني مفبرك، وما جي يخلق جو كأنه يعني أمام، علما أن المحكمة كانت في مستوى المحاكمة، تركته يقول اللي بغى. ما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام، هذا فيه الآن إجراءات، وكاين واحد المؤسسة اللي هي في الأخير كنعرفوا، لأن ربما كتكون بعض الأحكام، لأن باقي ما قلنا شيء، توقف تنفيذ في واحد فترة زمنية معينة، وتقدمت طلبات العفو لبعض الناس اللي كانوا مشرفين على تقادم العقوبة. فبالتالي الآن ما كنقولوش بأن ما كاينش تنفيذ، راه كاين تنفيذ، وإنما الذي يشرف ما كنعرفوش المؤسسة كيف كتقدم هذه الشخصيات أنها اسمعني، لأن كيكون طلب العفو، وكتكون واحدة الفترة زمنية معينة يجب احترامها، وإلا كتسقط العقوبة. فلهذا كيغيروا من عقوبة الإعدام إلى عقوبة محددة. نتمنى أن في الجرائم حال هذه أنه يتفتح المجال قبل سقوط العقوبة بالتقادم، ويتنفذ الحكم. أكبر يعني على عاتقي أكبر مسؤولية. تعرف الآن الارتياح ديالي من ماجي لكون أب المرحوم إلى جانبك الآن، وانت يعني كتحاوره ومطمئن ويشكرني على الرسالة، عاد كنأدي، لأن هو اللي مش يقول لي واش أديت مسؤوليتي أم لا. ما يجا كيشكرني، عاد اعتبرت نفسي بأنني فعلا أديت المسؤولية كما يجب، وكما يعني قدرت نوصل لهيئة الحكم بالطريقة اللي يعني ديال اللي وقعت على المرحوم عدنان، والجرائم ديك سلسلة الجرائم التي توخاته. طبعاً الحال كدفاع لذوي حقوق الضحية عدنان بوشوف، سنتابع جميع المراحل التقاضي في قضية الطفل عدنان بوشوف، سواء على مستوى المرحلة الاستئنافية وكذلك على مستوى مرحلة النقد، حتى يصبح حكم بالإعدام ناجزا في حق هذا المتهم أو الجاني في اتجاه إقرار هذا الحق وإقرار هذا الحكم بتنفيذه. نحتاج بطبيعة الحال إلى توجه إعلامي يساند هذا الحكم، وكذلك مجتمع مدني يراقب معنا ويتابع معنا أطوار هذه المحاكمة في اتجاه تنفيذ وإيجاد صيغ النفاذ لهذا الحكم للمتهم أو الضانين أو المدان كما أدين يوم أمس. بطبيعة الحال كذوي حقوق الضحية نفخر بمساندتهم لنا كدفاع، كما يفخرون بمساندتنا لهم، وهذا اعتبرناه كهيئة دفاع إلى جانب عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، اعتبرناه انتصارا لقيمة الحياة كما انتصارا للحق في مواجهة الباطل. إذن فمحاكمة عدنان بوشوف لا زالت مستمرة، ولا زلنا على نفس الطريق إنارة طريق الحق في اتجاه تنفيذ عقوبة الإعدام في مواجهة الضنين المداني يوم أمس بعقوبة الإعدام وباقي المتهمين. طبيعة الحال أن الجرائم الماسة بالأطفال، وخصوصا الجرائم الجنسية،
هناك توجه دولي الى تشديد العقوبات في مواجهه الجونات في هذا الاتجاه او في هذا النوع من الجرائم، وخصوصا ان جريمه الطفل عدنان بوشوف قد مست هذا العنصر بالاساس. كدفاع طرف مدني اعتبر ان الدفاع عن هذه العقوبه في مواجهه الجاني جبرا لضرر المجني عليه او ذوي حقوق المجني عليه هو واجب اخلاقي وقيمي ودستوري وقانوني، وكذلك اظنه عالمي، لان الامر يتعلق بفئه هشه يطالها الاعتداء، وايما اعتداء اعتداء جنسي يتبعه اعتداء على الحق في الحياه. وبالتالي دفاعنا عن هذه العقوبه هو دفاع مبدئي من هذا المنطلق بهذه المرجعيه.